بداية الجامعات المتحدة لحي الاستقلال لمدة 6 أشهر، بعدين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية للقوات كلها. الشعبية. وكانت المشروع عند المهدي منذ 58 هو إقامة نوع من التكتل التاريخي يجمع الكل من أجل المغرب الجديد كما يقول. فمشينا في هذا الطريق، ولم مع أنني كنت في الشباب الاستقلالية لكن قفزت مرة واحدة إلى القيادة، لأن أسندت إلي مسؤولية مش رئاسة التحرير، لم إدارة جريدة التحرير اللي هي جريدة الحزب في ذلك الوقت، وكان الرئيس عبد الرحمن اليوسف رئيس التحرير، لكن أنا كنت يعني من ناحية العملية شيء في شيء. فكان حضوري مع الفقيه البصري، مع محمد، مع عبد الرحمن اليوسف، مع مهدي مبركة، مع القيادة من يوم أول، وأنا معهم في القيادة دون أن أكون قائدا. يعني أن السياسة